الله الرحمن الرحيم. أبنائي الأعزاء، طلبة الساعات المعتمدة، الشعب العربي، مادة المحاسبة المتوسطة 2، صباح مشرق بغض أفضل إن شاء الله. سنتناول في هذا الملف محاسبة عن الفروع المستقلة، ويتفترض العيادة للفرع. تتميز الفروع المستقلة أنها تتعامل من قبل المركز الرئيسي كمنشأة مستقلة لها نظام محاسبي مستقل عن المركز الرئيسي، وعلى هذا يمسك المركز الرئيسي حساب جاري الفرع لإثبات العمليات المدينة والدينة بين المركز والفرع، وكذلك يمسك الفرع حساب جاري للمركز الرئيسي لإثبات العمليات المدينة والدينة بين الفرع والمركز الرئيسي. لذلك أي تمرين سيتضمن وجهة نظر المركز الرئيسي للحالة التطبيقية، وكذلك وجهة نظر الفرع كذا، وبالإضافة إلى فتح حساب جاري الفرع وجاري المركز الرئيسي، حساب جاري الفرع للمركز الرئيسي ورصيده المستحق، كذلك جاري المركز الرئيسي لحسابات الفرع ورصيده المستحق. ولتوضيح ذلك يتم استعراض حالة تطبيقية مقسمة إلى حالات بسيطة لتوضيح الفكرة. الحالة الأولى، قام المركز الرئيسي بإرسال نقدية للفرع قيمتها 5000 جنيه لتمويل نشاط التجاري لإثبات هذه العملية في دفاتر المركز الرئيسي ودفاتر الفرع 1000. بالنسبة لدفاتر المركز الرئيسي هو الذي قام بإرسال النقدية، فإلى حساب النقدية بالقديم أرسل للفرع، أصبح الفرع مدين بهذا المبلغ فمليان الفرع. بالنسبة لدفاتر الفرع بإضافة النقدية فمن حساب النقدية ب5000، والمركز الرئيسي ليه فلوس 5000 جنيه ليه؟ إلى حساب جاري المركز الرئيسي. فهنا الحكمة، من أرسل لمن؟ فالمركز الرئيسي أرسل النقدية في المركز الرئيسي انخفض وجاري الفرع مدين، الفرع استلم نقدية عنده زادت وجاري المركز الرئيسي ده. طب الحالة الثانية، قام المركز الرئيسي بإرسال آلات حاسبة أصول ثابتة للفرع ألف قيمتها 5000 جنيه، من الذي أرسل؟ المركز الرئيسي. يبقى أرسل إيه؟ أرسل أصول ثابتة إلى الأصول الثابتة، أرسلها لمين؟ للفرع، من جهة الفرع. ده في دفاتر المركز الرئيسي، محاسب المركز الرئيسي. محاسب الفرع جت أصول ثابتة، مين الأصول الثابتة؟ من الذي أرسل؟ المركز الرئيسي، هو ليه فلوس، فإلى جاري المركز الرئيسي بثمن هذه الآلاف. واضح؟ فدفاتر المركز الرئيسي الأصول انخفضت مقابل دفاتر الفرع الأصول ذات. تمام؟ دي الحالة الثانية. الثالثة، قام المركز الرئيسي بإرسال بضاعة للفرع ألف قيمتها 7000 جنيه. نفس المعاملة. طب المركز الرئيسي أرسل بضاعة إلى بضاعة مرسلة للفرع. من جاري الفرع 7000. دفاتر الفرع وردت بضاعة من المركز، فمن حساب البضاعة لأنها زاد إلى جت من المركز إلى جاري المركز. نفس الكلام. الحالة الرابعة هي عكس الحالة الثالثة، قام الفرع ألف برد جزء من البضاعة السابق إرسالها للمركز الرئيسي بقيمتها 2000 جنيه. وبالتالي في دفاتر المركز الرئيسي حساب البضاعة المرسلة للمركز الرئيسي رد منه جزء، كان إلى بضاعة مرسلة ب7000 انخفض ب2000، ف2000 من بضاعة مرسلة إلى مين؟ إلى جاري الفرع، هو الذي قام بإرسالها. بالنسبة لدفاتر الفرع رد البضاعة عند ورود البضاعة كان من حساب بضاعة واردة ب7000، ردت 2000، يبقى إلى بضاعة ومن جاري المركز الرئيسي. واضح؟ فعند الرد بالنسبة للمركز الرئيسي
البضاعة المرسلة مدينة وكان فرع هناك، ودفعت الفرع مركز رئيس سوق المدينة والبضاعة الواردة قلت ب 2000 إلى البضاعة الواردة. عملية بديهة، هذه الصورة بسبب أن الطرف يعامل معاملة مستقلة، منشأة مستقلة عن المركز. حالة خمسة، سدد المركز الرئيسي مبلغ 3000 جنيه قيمة إعلانات لحساب الفرع. ناخذ بالنا من هذا الموضوع. هو المركز الرئيسي سدد 3000 جنيه إعلانات كان المفروض الفرع هو اللي يدفعها. فإلى المقدرة نقلل والفرع مالي من جهة الفرع ب 3000، يعني جهة الفرع النادي هو دافع بالنيابة عن الفرع. في دفعة الفرع تحقق المصروف الإعلان فمن حساب المصروفات الإعلان، ولكنه لم يدفع الذي دفعه المركز الرئيسي، فالمركز الرئيسي يحصل فلوس فإلى جاري المركز الرئيسي من حساب مصروف الفرع إلى جاري المركز الرئيسي. ففي الحالة الخامسة المصروف تحقق للفرع ولكن الذي دفعه هو المركز الرئيسي، فمن جاري الفرع للنقدية. إنما في الفرع المصروف تحقق من المصروف إلى جاري المركز لأنه لم يدفع، الذي دفعه هو المركز الرئيسي. الحالة رقم ستة، قام الفرع ألف برد أو إرسال مبلغ 3000 جنيه نقدا للمركز الرئيسي اللي هدية المركز ده من النقدية. من الذي أرسل الفرع إلى جانب الفرع؟ دفاتر الفرع قلت النقدية إلى النقدية ومن جاري المركز أكيد. السابعة والأخيرة، الحالة السابعة والأخيرة، بناء على أمر من المركز الرئيسي حول فرع أ للفرع ب مبلغ 2500. عزيزي الطالب، يجب أن يتم التركيز جيدا أن هناك ثلاثة أطراف، مركز رئيسي، فرع أ، فرع ب. بالنسبة للمركز الرئيسي كل ما حدث هو تحويل مبلغ من فرع أ للفرع ب، وبالتالي الفرع الذي حول ليه هو بيت، هو مدين، فمن جاري الفرع بيت. الذي قام بالتحويل فرع ألف فدي فلوس إلى جاري الفرع ألف، يبقى من الفرع بيت إلى الفرع ألف بالألفين ونص. إنما في دفاتر ألف إلى النقدية، لأن ألف هو الذي قام بالتحويل، من المدين؟ المركز الرئيسي هو المدين، لأن هو الذي أمر بالتحويل، فمن جاري المركز الرئيسي إلى النقدية. في دفاتر الفرع تحولت من فلوس من النقدية إلى مين؟ هو المركز الرئيسي طبع الأمر إلى جانب المركز الرئيسي. ملحوظة هامة، لا تتعامل الفروع المثقلة مع بعضها البعض مباشرة عند المعدل المحاسبية في دفاتر، في دفاتر، ولكن يتم توصيل حساب جانب المركز الرئيسي. وهذا كان واضح، فرع ألف عندما أرسل الفلوس أرسلها بأمر من المركز، من جانب المركز النقدية. أن تسلم منه فلوس وأمر من المركز من هذه الكاري المركز. بدفعة المركز الرئيسي هي عملية الفرعين مستقلين، فرع به مدين والفرع ألي التاني. فلا تتعامل الفروع المستقلة مع بعضها البعض مباشرة عند المعالجة المحاسبة في دفاترها، ولكن يتم توصيل حساب كاري المركز الرئيسي. السبع حالات السابقة أرضها تتضمن تمرين شامل، وبالتالي إذا طلب الترحيل للحسابات المختصة جاري الفرع أ وجاري المركز الرئيسي، حساب جاري الفرع أ لدفاتر المركز الرئيسي كما تعودنا في المحاضرات في الكلية، في الجانب الدائم سنكتب أو ستثبت الجانب المدين من القيد، وفي الجانب المدين سيتم إثبات الجانب الدائم من القيد كشرط. ثم التنصيب كما تعود نفس القصة في حساب جاري المركز الرئيسي في دفاتر الفرع. في الجانب المدين يتم شرح الجانب الدائم، في الجانب الدائم يتم شرح الجانب والرصيد الملاحق مدى 500. عزيز الطالب، الرصيد الملحق في جاري الفرع المستقل ألف لابد أن يتساوى مع جاري المركز الرئيسي، لأن في دفاتر الفرع المستقل ألف لأن هذه علاقة مديونية ودائنية بين الفرع المستقل ألف والمركز الرئيسي. شكرا عزيزي الطالب.